محقها أكثر مما فعل فيها وحصل فيها وفي أرضها. أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا أن نقرأ الواقع بعينينا الثنتين، لا نقرأ الواقع بعين واحدة، بل نحن أناس نفكر بخطر أعدائنا. نحن أناس يجب أن يكون فينا نخوة وشجاعة وخوف على أرضنا، على ترابنا، على أمتنا، على مجتمعنا، على ديننا، دين الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. في البداية أقول: يا من سميتم أنفسكم علماء ولهجتم بهذا البيان تنادون، أقول لكم: أين كنتم يا علماءنا في بداية الأزمة التي حدثت في سوريا؟ هل العالم من يجيش على المنبر؟ هل العالم من يدعو إلى التظاهر على المنبر؟ هل العالم من يدعو إلى الفوضى على منبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل العالم من يقف ليأخذ أوامره من هنا وهناك فينشر الفوضى في المجتمع ثم يخرج خارج البلد ليعود بما يريده عملاؤه وأسياده من أفكار هدامة لأمته ووطنه وشعبه؟ نحن جميعا كلنا لا نرضى بالقتل، والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالقتل، لكن حبذا لو كان البيان يا علماءنا أن توقفوا نزيف الدم من العصابات الإرهابية. لماذا لا نحمل المسألة باتزان؟ لماذا لا نكون متزنين؟ على أي شيء تخافون يا علماءنا؟ من أي أمر تهابون؟ في بداية الأحداث وللأسف بدأنا نخاف. إن تحدثنا أن نميت هذه الفتنة خفنا على أنفسنا أن يقال عنا أذناب نظام، أو أن يقال عنا مع النظام. من قال لكم بأن الذي يدافع ويريد هدم الفتنة هذا يكون مع النظام؟ أبدا، إن الذي لا يريد الفتنة يكون مع وطنه، يكون مع أهله، يكون مع أمته. إن الفوضى إذا عمت علينا جميعا أيها الإخوة. نحن لا ندافع عن أحد ولا نريد حماية أحد، نريد حماية سوريا، نريد أمن سوريا، نريد استقرار سوريا، وهذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا. ولعلي أستغرب أيها الإخوة من أولئك الذين يظهرون بيانات وهم يجلسون يسكتون ثم ينامون ثم يتكلمون. حبذا لو أصدرتم لنا بيانا أن نجمع فيه شمل علمائنا، حبذا لو أصدرتم لنا بيانا تتبرعون فيه بأموالكم من أجل فقراء بلدة سوريا ودمشق وغيرها ومحافظاتها، حبذا لو كانت بياناتكم نابعة من صميم القلب الإيماني. وأنا لا أشك بعلمكم، لكن كل ابن آدم خطاء، ولم يسلم إلا الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فيا أيها العلماء، يا من سميتم أنفسكم بعلماء سوريا، أقول لشعب سوريا: إذا أردتم أن تعرفوا علماءكم فاقرأوا العلامة حسن حبنكة، إذا أردتم أن تعرفوا علماءكم فاقرأوا العلامة أحمد كفتارو، إذا أردتم أن تعرفوا علماءكم فاقرأوا العلامة صادق حبنكة، إذا أردتم أن تعرفوا علماءكم فاقرأوا العلامة مصطفى الخن عليهم رحمة الله. ولقد سمعت من شيخي الشيخ صادق حبنك عليه رحمة الله
وهو يقول: في مرة من المرات سجن الشيخ حسن عليه رحمة الله، وأراد بعض الغوغائيين أن يأخذوا الناس بالصيحات والكلام والعواطف. وهنا أنا كلمة العواطف أريد أن أقف بها معكم. أنا لا أريد أن أجلس على عرش أو في قصر وأقول تبرعوا للفقراء، لا. أنتم يا علماء أنا تطالبون الآن من يتبرع، فقوموا بما تملكون أنتم كما فعل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نريد كلام، نحن نريد فعال. نحن لا نقول إن هناك شعب يحتاج إلى مال، أنفق أنت قبل أن ينفق غيرك. هذه البيوت التي ملكها العلماء، هؤلاء العلماء، ولم يملكها أولئك العلماء الذين ذكرت لكم أسماءهم، لم يملكها الشيخ حسن حبنكي عليه رحمة الله وهو في السجن. أخبر أن هناك مظاهرة ستقوم من أجل أن يخرج من السجن، فكتب الشيخ حسن حبنكي عليه رحمة الله فقال لهم: لا أسمح لكم أن تخرجوا مظاهرة من أجلي، فالوطن أغلى من حسن حبنكة. الوطن أغلى من حسن حبنكة. يا علماء أنا كان الجدير بكم أن تستنكروا تفجيرا وتفجيرين حصلا في مدينة دمشق، هذه المدينة التي دعا لها رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. أروني الآن، هذه هي حلب اليوم، حلب الشهباء الصامدة التي بدأ التجييش عليها من أجل أن يجيش شعبها ومواطنوها. وما زال أهل حلب يفهمون أن هذه المسألة من أجل أن تدمر سوريا، فبقوا صامدين. ها هم اليوم ينالون جزاءهم من أعداء الإنسانية، من أعداء الإسلام. فأين بياناتكم يا علماءنا؟ أين بياناتكم لترد على من خرب وقتل؟ انظروا أيها الإخوة، أبناء الجيش أليسوا أبناءنا؟ أليسوا أولادنا؟ أصدقكم القول وأشهد الله، نحن لا نرضى بقتل أحد، لكن من حرك فينا هذه الفتنة؟ يا معشر علمائنا، يا من أصدرتم البيان، لو كنتم من اللحظة الأولى يدا واحدة وحرمتم التظاهر لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. ويؤسفني أن أقول إن بعض من كتب في هذا البيان وقف على منبره في 1 آب في أول يوم من رمضان وقال: ما المانع أن يكون هناك جيش يلاحق العصابات، ولا مانع للحاكم أن يسير جيشه من أجل ملاحقة العصابات الإرهابية. ثم أعلنها فقال: التظاهر حرام، التظاهر حرام، التظاهر حرام. لماذا هذا التقلب اليوم؟ المسألة اليوم أصبحت واضحة أيها الإخوة، المسألة ليست قضية إصلاح، ليست قضية نظام، إنما هي قضية أن تدمر سوريا بأكملها، شعبا، شعوبا، رجالا، نساء. يا علماء أنا، لما لم تصدروا بيانا يحرم فيه على أولئك أن يقتلوا علماءنا، خيرة شبابنا؟ أليس هؤلاء الذين في الجيش هم من أبناء جلدتنا؟ نحن في سوريا أمة واحدة، نحن لا نعرف سنيا في سوريا، ولا شيعيا، ولا موحدا درزيا، نحن في سوريا أمة عربية سورية تعبد الله ولا تعبد شيئا سواه. نحن كالجسد الواحد أيها الإخوة، فلنبقى كذلك ولنأخذ بيد بعضنا حتى نكون كالجسد الواحد، كما أخبر الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه.
وأعود بكم إلى تاريخ حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث بين صلوات ربي وسلامه عليه ما حدث في غزوة أحد، يوم قام رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وأراد أن ينشق قسم من الجيش من الجند مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فانشق قسم عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، إلا أن عناية الله كانت أكبر من كل شيء، وصدق الحق يوم قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يا أهلنا، يا شعبنا، يا علماءنا، حبذا لو نكون يدا واحدة من أجل حماية وطننا، لنخرج الحقد من قلوبنا، لنخرج البغضاء من نفوسنا، لنكن كالجسد الواحد الذي دعا إليه الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة، إذا كان الله قال في القرآن: قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فلماذا لا يكون بيننا وبين كل الأطراف كلمة سواء؟ هذه الكلمة الدفاع عن الوطن، الدفاع عن الأرض، الدفاع عن العرض. أيها الإخوة، إن أغلى ما يملك الإنسان دينه، عرضه، وطنه، فلندافع عن هذه الثلاثة حتى نلقى الله وهو عنا راض. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن بلاد المسلمين، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا وفق عبادك الطائعين، يا وفقنا لما تحب وترضى، واسقنا الغيث وفرج همنا.